الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس له أي تخوف على التحالفات الحالية أو القادمة، وحتى الاتحاد الوطني الكردستاني يتفهم أن حزب الديمقراطي الكردستاني يصر على أن يحافظ على البيت الكردي والكلمة الكردية قبل كل شيء. وتحالفات مسألة جدا طبيعية قبل انتخابات مجلس النواب، وكان في آخر زيارة لفخامة الرئيس أقليم كردستان سيد نيتشروان بارزاني إلى كل الكتل السياسية، وقبل كان هناك زيارات لقيادات المكتب السياسي لجميع الكتل السياسية بدون أي استثناء. هناك تفاهمات أولية مع الأخرى في سائرون وفي تقدم، وحتى مع حكمة ومع الكتل السياسية الأخرى. نحن لسنا نعمل على أن يكون هناك احتكار للتمثيل الكردي فقط، لكن النتائج الانتخابات هي من أفرزت بأن حزب الديمقراطي الكردستاني هي الحزب الأول في إقليم كردستان، وحصل على 50+1 في انتخابات برلمان كردستان، وأيضا الحزب الأول على مستوى العراق في برلمان العراقي ب 28 مقعد. فهذه الواقع الموجود، والذي يعلم الجميع بأن حزب الديمقراطي ذو القاعدة الشعبية الكبيرة والحزب الأول في إقليم كردستان. الحزب الديمقراطي مع أن يكون هناك تحالف وطني عبر لكل التسميات، هناك حكومة وطنية حقيقية وهناك معارضة حقيقية في الحكومة القادمة.